احتكر منتخب تشيلي المتوج ببطولة كوبا أمريكا بعد أن حقق الفوز على نظيره الأرجنتيني بركلات الترجيح جميع الألقاب الفردية في البطولة أيضا، حيث اختير مهاجمه أليكسيس سانشيز لاعب أرسنال الإنجليزي أفضل لاعب في البطولة، ونال الحارس كلاوديو برافو لاعب برشلونة الإسباني جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس بعدما حافظ على شباك عذراء في 3 مباريات، في حين توج مهاجمه إدواردو فارغاس هدافا للبطولة برصيد 6 أهداف بينها رباعية في مرمى المكسيك في الدور الربع النهائي. يذكر أن سانشيز سجل أيضا 3 أهداف وكان صاحب 4 تمريرات حاسمة في البطولة.